يشهد سوق رمضان الخيري الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة حماة في منطقة مصياف إقبالا كثيفا من المواطنين، وذلك بسبب التخفيضات الكبيرة والعروض التجارية للشركات المشاركة. حبينا نعمل مبادرة سوق رمضان الخير بمصياف بمشاركة الفعاليات الاقتصادية واللي هي بتتعدد تقريبا 10 شركات، منها السوري للتجارة والفعاليات الاقتصادية والمنتجات الريفية للزراعة، وشارك معنا معمل الأحذية كمان. حبينا نكون ايد لايد مع مجتمع اهلي مع فعاليات اقتصاديه لتخفيف الحصار عن كاهل المواطن بهي الظروف الصعبه. الجناح بيتضمن سله رمضان اللي سبق ووزعناها بمدينه حماه، والسله بتحتوي على مجموعه من المواد الغذائيه الاساسيه المطلوبه حاليا بشهر رمضان، بالاضافه لماده البطاطا. حبينا نشارك بهالفعاليه الحلوه بالشهر الفضيل بشهر رمضان مع اهلنا جنب لجنب. فينا نحاول نقدم لي قدر المستطاع من المواد الغذائيه، من المنظفات، الزيوت، متطلبات اي بيت موجود. شاركنا بمنتجات لتنميه المراه الريفيه، طبعا هي المنتجات منتجات متعدده سواء كانت بالمجففات او بالمربيات، بالزيتون الاسود والزيتون الاخضر، كمان كمنتج رئيسي عندنا التين الهبول. احنا شاركنا اليوم بسوق رمضان الخير من خلال منتجاتنا، منتجات معمل أحذية مصياف بأسعار التكلفة فقط لا غير، يعني كدعم للوضع الاجتماعي الحالي للأسر السورية. هي مبادرة خيرية مننا ومن مجموعة الشركات اللي موجودة حاليا بالسوق الخيري، وجميع هذه المواد يتم بيعها بسعر الكلفة. وبلغ عدد الفعاليات التجارية المشاركة أكثر من 10 شركات، وتسهم هذه الأسواق في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري. للأخبارية السورية علي شحود، حماة.